التأثير البيئي لمحطات تحلية مياه البحر والمياه العادمة للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضلي السيدة النائبة. الوزيرة، بالفعل تغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف أصبح اللجوء إلى محطات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة مياه العادمة خيارا مهما فيما يخص توفير المياه غير التقليدية، لكن محطة تحلية مياه البحر تثير مخاوف الخبراء والمهتمين بشؤون البيئة على اعتبار أن الإفراط في استعمالها يؤدي إلى أضرار بيئية من شأنها القضاء على الحياة البحرية في السواحل والتي تشكل مصدر عيش العديد من العائلات. في هذا الإطار فإن العديد من البحوث تؤكد على ضرورة إجراء دراسات ميدانية مواكبة تكشف بدقة حجم التأثيرات البيئية والبدائل المقترحة نظيراً لاستعمال المياه شديدة الملوحة في تربية الأحياء المائية وزراعة الطحالب التي تستعمل بدورها بعد طحنها غذاءً للأسماك. وكذا سن تشريعات تلزم هذه المحطات بوضع أنابيب خاصة لمقذوفات المياه شديدة الملوحة في عمق البحر على مسافة لا تقل عن 3 كيلومترات من الشاطئ. من هذا المنطلق نسائلكم، ما هي تكلفة المتر المكعب من المياه المحلات وما يقابلها من المياه شديدة الملوحة؟ وما هو حجم ضرورة الضرر الذي تسببه بالنسبة للصيد الساحلي؟ هل هناك دراسات مواكبة بخصوص التأثير البيئي؟ ما هي الحلول البديلة لاستعمال المياه شديدة الملوحة؟ شكرا السيدة النائبة، شكرا. جواب السيدة الوزيرة. شكرا السيدة النائبة على طرحكم هذا السؤال، هو سؤال آني لأنه أولا نهار الأربعاء غادي نعطيو الانطلاقة للبرنامج ديال التدبير الناجع للساحل ككل سنه، وثانيا لانه عندكم الحق تمت برمجه اكثر من 633 مليون ديال المتر مكعب في السنه ديال المحطات ديال التحليه ديال مياه البحر، لانه كيف ما كتعرفوا المغرب تعرف واحد الندره مائيه جد مهمه. فيما يخص ما نتكلمش لكم على الترسانه القانونيه لانه غتكون عندنا المناسبة باش نتكلموا عليه، غير بغيت نقوله اليوم هو انه هاد المشاريع ديال تحلية مياه البحر تنطوروها وفقا للمقتضيات التشريعية البيئية الوطنية، كيتم اجراء دراسة التأثير البيئي بشكل منهجي من اجل تقييم اولا الآثار المحتملة وعلى وجه الخصوص آثار تصريف المياه المالحة واقتراح تدابير التخفيف اللي كتكون ملموسة، كنصدروا شهادة الموافقة البيئية وضفت التحملات البيئي اللي كيواكبها، هذا جد مهم. استكمالا لكل الدراسات اللي تنطلبوها كتكون دراسة التيارات ودراسة جودة مياه البحر، وفي دفتر التحملات البيئية كنحدوا الإجراءات اللي لازم باش ياخذها المستثمر لحماية البيئة، عندك أولا ترشيد طبعا اختيار. شكرا السيدة الوزيرة. هل هناك تعقيب إضافي بالنسبة لباقي عنده الوقت للتعقيب إضافي؟ شكرا السيدة الوزيرة.